البداية الإفريقية إن شاء الله للزمالك النهاردة بتخلينا كده نسترجع معاها ذكريات عدت على نادي الزمالك وفي عامل مشترك فيها وهو فيريرا. فكرتنا كده بمباراة الفتح الرباطي في 2015، كلنا فاكرين الماتش ده كسبناه خارج أرضنا 3-2. نفتكر بقى حازم إمام اللي أحرز هدف، وباسم مرسي اللي بدأ التسجيل، وعمر جابر اللي عادل النتيجة. ساعتها كان مباراة صعبة ساعتها قوي وكسبناها خارج أرضنا. وقتها مستر فيريرا كان لسه جاي نادي الزمالك، وكنا لسه بنبدأ مشوارنا في بطولة الكونفدرالية وقتها لأول مرة، طبعا كان مع المخضرم فيريرا. صحيح وقتها كانت بطولة الكونفدرالية اللي وصلنا فيها لنص النهائي، كنا على وشك صناعة معجزة كروية بالعودة أمام النجم الساحلي هنا لولا غياب التوفيق والحظ وسير المباراة وحاجات كتير جدا وطرد علي جبر في هذه المباراة. ولكن أنا هنا بفتكر معاكم زمالك فيريرا مع أفريقيا. طبعا النسخة الأولى كان لمستر فيريرا كان كله في حاجات جديدة عليه في أفريقيا، كان لسه بيتعرف زي ما بيتقال كده على القارة الأفريقية باعتباره كان بيدرب فيها لأول مرة في مسيرته الكروية التدريبية الكبيرة. والنهاردة وبعد 7 سنين الزمالك بيدخل مشوار إفريقي جديد، ولكن المرة دي بيدخله بشخصية جديدة، شخصية مختلفة، شخصية بطل متوج عن جدارة واستحقاق، فريق بطل لمسابقة الكاس ثم بعدها توج بلقب الدوري، وحاليا نادي الزمالك بالألقاب بالأرقام هو رقم واحد في مصر في هذا الموسم. ومن هنا بقى عايزين نقول إن في دفعة ثقة، في دفعة معنوية كبيرة، عايزين دي يكون ليها صدى كبير إن شاء الله على أداء ونتيجة مباراة النهاردة بإذن الله في افتتاح المشوار الإفريقي. المشوار اللي جمهور نادي الزمالك عمره ما هيزهق منه، مع إننا كده لو فكرنا مع بعض إن بالنسبة للزمالك إيه هو، أو لجمهور نادي الزمالك إيه هو التارجت الأهم، هيقول لك تحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا إن شاء الله. ومن هنا يا أحمد عايز أخد من كلامك وأكد على حاجة مهمة جدا، وهي فكرة أهمية البدايات. البدايات بتكون مهمة جدا، البدايات القوية الناجحة تكون مهمة في مشوار أي بطولة. يعني لو خلونا لو نفتكر كده الماتش اللي بنتكلم عليه ده اللي أحمد كان بيتكلم عليه اللي كسبنا فيه الفتح الرباطي في المغرب، ده كان في قلب ملعبهم ووسط جمهورهم، كانت النتيجة وقتها 1-0، وكانت النتيجة إن إحنا قدمنا بطولة كبيرة جدا، قدمنا بطولة وصلنا فيها زي ما قلنا للسيمي فاينل اللي كنا نستحق إن إحنا نتأهل من خلاله للفاينل، طبعا بعد ما عملنا جيم وقتها للتاريخ ب10 لعيبة بس قصاد النجم الساحلي التونسي في لقاء بترو سبورت. كمان لو نفتكر نسخة أبطال أفريقيا في 2016 الزمالك وصل فيها فاينل، كان بدأها برضو بانتصار خارج الديار، وللمصادفة برضو كان في نفس البلد، في نفس البلد اللي هنلعب فيها النهاردة، كان في الكاميرون لما كسبنا وقتها يونيون دوالا الكاميروني بره أرضنا، يعني بصاروخية كوفي لو تفتكروا وقتها كانت من خارج منطقة الجزاء، وزي ما قلنا ده كان في الكاميرون. طب ده كله معناه ايه؟ الامثله اللي احنا بنقولها دي معناها ايه؟ معناها انه البدايه القويه زي ما قلت بتفرق، البدايه الناجحه بتفرق، بتخليك مكمل في طريقك وانت واثق وانت هادي وانت عندك ثقه كبيره جدا وما عندكش بقى اي شكوك بقى في مشروعك اللي زي ما قلنا ان احنا بداناه، وزي ما قلنا امبارح اتكلمنا في مقدمه الحلقه امبارح على الاسس العلميه والمنطقيه كمان اللي بدانا عليها مشروع الزمالك الجزائري. بالظبط انجي، وانت عارفه كمان بمناسبه جوده المشروع اللي اتكلمنا عنها في حلقة امبارح وانك تشوف ده في الفترة اللي جاية، خلينا اضيف حاجة تانية على اللي قلناه امبارح، واقول انه من اهم مميزات المشروع ده بما اننا ذكرنا تطور مسار خبرات مستر فيريرا في ملاعب افريقيا، فالاجمل في المشروع ده هو استغلال الجهاز الفني اللي معاك، انك تستغله بشكل مرحلي بشكل تدريجي من خلال انك بروفيسور فيريرا بيعتمد على مين؟ بيعتمد على كوادر تدريبيه زي مستر روي اجواش، راجل درب في افريقيا ودرب منتخبات مدربينا الوطنيين كابتن اسامه نبيه كابتن احمد عبد المقصود، كل ده من خلال انه بيستفيد منهم في الحته اللي هم عارفينها عن افريقيا، وفي نفس الوقت بيفيدهم وبيخليهم ياخدوا خبراته الكبيره جدا في انهم يكونوا مشاريع لقياده فنيه مستقبليه داخل نادي الزمالك. عشان كده بنرجو كل الناس ان نادي الزمالك دلوقتي شغال بشكل كويس،
عندنا مشروع بنبني جيل يقدر يوقف نادي الزمالك على رجليه 5 6 سنين قدام. تقدر كل سنة تتطور، تقدر كل سنة تاخد بطولات، فياريت نحافظ على ده كويس ونفكر بعض كده واحنا في بداية مشوار جديد لحلم بطولة دوري الأبطال الغايبة عن خزائن نادي الزمالك من فترة كبيرة. إن وجودنا جنب بعض وتكاتفنا كمنظومة واحدة هو اللي هيساهم في تحقيق هذا الحلم الكبير. عايز اقول لك كمان يا احمد انه صدقني الجماهير الزمالك والزمالك فاهمين ده كويس، وزي ما شرحنا امبارح واتكلمنا في ملامح المشروع اللي بيتبني طبعا من دلوقتي انه هيتحقق بدايه، عايزين نحقق بداية تليق ببطل أفريقيا 5 مرات، عايزين نحقق بداية تليق بحامل لقب ال11 بطولة القارية على مدار تاريخه الطويل عشرات السنين داخل أكيد أدغال القارة السمراء. الحقيقة أنه أنا مبسوطة جدا متفائلة بفكرة نقل مباراة النهاردة لملعب كبير زي ملعب أحمدو أهاجو في الكاميرون في العاصمة ياوندي اللي أكيد هتستضيف المباراة النهاردة أمام فريق إلكت سبورت التشادي. الحقيقة أنه ملعب كويس جدا، مهم كمان من الملاعب المهمة جدا في الكاميرون، وكان من أبرز لاعب النسخة الأخيرة من الكان اللي أقيمت السنة دي في الكاميرون، ولعبنا عليه كمنتخب مصر أمام المغرب لو تفتكروا في مباراة ربع النهائي، فكانت مباراة ماراثونية طبعا امتدت للوقت الإضافي، كسبناها 2-1 بثنائية صلاح وتريزيجيه. كل التوفيق النهاردة أكيد للزمالك للنادي الأكثر تتويجا زي ما قلنا في القرن العشرين، الزمالك العظيم، وبإذن الله تكون ضربة بداية موفقة في الطريق للنجمة السادسة بإذن الله. طيب خلينا قبل ما نروح لاخر كواليس وتحضيرات الزمالك لمباراه إلكت سبورت التشادي النهارده في الكاميرون، وطبعا على ذكر ضربات البدايه خلونا نبارك كمان للرجاله الابطال افراد كسيبه كوماندو زياد الزمالك على المكسب المهم اللي حققوه امبارح في انطلاقه مشوارهم بالبطوله العربيه في تونس على حساب نادي الترجي التونسي، طبعا في وسط جمهورهم وانصارهم بفارق كبير، ولسه يعني لسه طبعا لسه مكملين في البطوله، وعايز اقول لك انه فارق كبير وصل ل6 اهداف كمان اللي حققوه امبارح بالظبط وعلى ارضهم وسط جماهيرهم زي ما انت بتقول يا انجي. كانت في الحقيقه بدايه ولا اروع، وباذن الله تساعدنا كتير على تصدر المجموعه اللي هنقابل فيها النهارده كمان بعد الظهر فرقه الكويت الكويتي، وهي برضه فرقه مميزه جدا، لكن كلنا ثقه في كتيبه الكوماندوز وقدرتهم ان شاء الله على تحقيق اللقب اللي اول مره هيوصل صاحب اللقب لبطولة سوبر جلوب أو كأس العالم للأندية لكرة اليد اللي ياما نادي الزمالك شارك فيها، وأكتر الأندية كمان الإفريقية اللي شارك فيه نادي الزمالك، فإن شاء الله بإذن الله نادي الزمالك يحقق البطولة العربية ويوصل لسوبر جلوب. في سهم وقوس النهاردة في حلقتنا هيشرفنا استضافة أحد نجوم نادي الزمالك في جيله الذهبي مطلع الألفية الثالثة، لعب بطولات أخلاق، كابتن من كباتن نادي الزمالك الخلوق قائد الجبهة اليمنى كابتن أحمد صالح اللي هنفتح معاه ملف ماتش النهاردة للزمالك أمام بطل تشاد، وكل ما يهم نادي الزمالك وجمهور نادي الزمالك أمور كتير جدا. هنروح كمان لنوستالجيا كده ونتكلم عن بعض الفترات اللي قضاها مع نادي الزمالك، البطولات ازاي كان بيشارك مع نادي الزمالك، ان شاء الله هتستمتعوا في فقرة سهم وقوس النهاردة مع كابتن أحمد صالح نجم نادي الزمالك السابق في آخر جزء من حلقتنا. دي كانت مقدمتنا النهاردة، حبينا نعرفكم أكتر من حاجة، اتكلمنا عن فريق كرة اليد، اتكلمنا عن استعداداتنا للزمالك لمواجهة إلكت بطل تشاد.